أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، نبدأها بأبرز العناوين. الجيش الوطني والمقاومة يسيطران على موقعي الصفراء وبراقش بين محافظتي مأرب والجوف. اشتباكات عنيفة بين المقاومة والميليشيا في الضباب بتعز، والتحالف يقصف عددا من المواقع. حملة أمنية في عدن لتطهير مديرية الشيخ عثمان من المسلحين ومظاهر بيع السلاح. أهلا بكم. سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة على منطقة الصفراء ومدينة براقش الأثرية بين محافظتي مأرب والجوف بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع. قال مراسل بلقيس إن قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة مع الميليشيا، تمكنت خلالها من السيطرة على موقع الصفراء ومدينة براقش الأثرية التابعة لمديرية مجزر. ومديرية مجزر هي آخر مديريات محافظة مأرب باتجاه الشمال، وباستكمال قوات الجيش السيطرة على الصفراء وبراقش تكون بذلك قد سيطرت على المديرية بالكامل. وفي جنوب مأرب توغلت قوات الجيش الوطني والمقاومة في مناطق بين محافظتي مأرب والبيضاء بعد تصديها لهجمات للميليشيا. وقال مراسل بلقيس إن قوات الجيش والمقاومة أجبرت الميليشيا على التراجع عشرات الكيلومترات من منطقة العبدية التابعة لمحافظة مأرب إلى منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية بمحافظة البيضاء. استراحة محارب يأخذها هؤلاء المقاتلون بعد معركة عنيفة خاضوها خلال الساعات الماضية في مناطق عدة، خاصة بين محافظتي مأرب والجوف. عملية تمشيط واسعة في هذه المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وحليفها المخلوع صالح منذ أشهر. المعارك الأخيرة تتحدث عن سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على موقع الصفراء الاستراتيجي ومدينة براقش الأثرية في مديرية مجزر في الجهة الشمالية الغربية من مأرب. أما في الجبهة الغربية سيطرت وحدات من الجيش على مواقع محدودة في جبل هيلان. هذه المواقع تطل على طريق إمداد الميليشيا إلى مواقع أخرى في ذات الجبل. وإلى جبهة العبدية أجبرت ميليشيا الحوثي على التراجع صوب محافظة البيضاء بفعل الضربات العسكرية المتتالية التي تعرضت لها في أكثر من محور. الحمد لله عز وجل تم تطهير التباب المطلة على مديرية العبدية وانتقلنا إلى أول مديريات محافظة البيضاء. خارطة المعارك تغيرت على الأرض وأربكت حسابات الميليشيا بعد التقدم الذي أحرزته قوات الشرعية في أكثر من جبهة، وهو ما قد يلقي بظلاله على تطورات المفاوضات السياسية المرتقبة. ينضم إلينا من مأرب العقيد منصور علي سيف، عقيد ركن توجيه المعنوي في اللواء 314. مساء الخير سيادة العقيد. سيادة العقيد، بالسيطرة على موقع الصفراء وكذلك مدينة براقش، هل يمكن القول أن جبهة مأرب التحمت مع جبهة الجوف؟ نعم التحمت مع جبهة الجوف، والتقى اليوم قائد منطقة سالدر اللواء الركن عبد الرب الشدادي مع محافظ محافظة الجوف الذي جاء من عاصمة الجوف إلى الخط الرئيسي إلى موقع الصفراء على الخط الإجفل بجوار الأريل، والتقى مع قائد المنطقة وكان هناك لقاء إعلامي في هذا المكان. طيب، أثناء يعني المعارك العنيفة بينكم وبين ميليشيات الحوثي في براقش وكذلك منطقة الصفراء، ما هي إحصائيات القتلى من الطرفين؟ والله هذه المعركة الخسارة بها صفر بالنسبة للواء 314 والمقاومة الشعبية إلا ما ندر، يعني وجود ضحايا الغام لا ضحايا المعركة، بل
المتمردين لم يعودوا مقبولين حتى في حاضنتهم تضر العالمين. طيب سيادة العقيد، هل من إمدادات وصلت للجيش في هذه المناطق؟ والله أكبر إمداد هو الإرادة لدى والصمود لدى القادة والضباط والأفراد، لديهم إرادة قوية جعلت من السلاح الذي يمتلكونه أداة نوعية تمكنوا بها من دحر الخط ولم تأتي أي تعديلات. طيب بعد التحام الجبهتين كما تفضلتم قبل قليل، ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق التي سيطرت عليها المقاومة والجيش الوطني؟ والله المناطق مهمة جدا لقطع امدادات يعني التي تصل إلى الحوزة، أيضا هذه المناطق قريبة من سبيان، من الحرحاب، من أيضا أن الوضع يعود إلى طبيعته في محافظة القوم ومحافظة مارك. طيب سيادة العقيد، إذا ما تحدثنا الآن عن الخطوة المقبلة للجيش الوطني، ما هي هذه الخطوة؟ والله الخطوط صنعاء من عدة محاور من عدة جبهات، سواء عن طريق محافظة الجوف أو عن طريق محافظة صنعاء، وتطوق إجراء أمانة العاصمة من عدة جهات حتى يسهل يعني تسليم هذا بدون خسائر هذه أمانة العاصمة وتعود الحكومة الشرعية والدستور وتعود المؤسسات الشرعية في الحكومة حتى تمارس أعمالها ومهامها للشعب اليمني برمته. أشكرك شكرا جزيلا العقيد منصور علي سيف، ركن التوجيه المعنوي في لواء 314، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. وينضم إلينا كذلك من مأرب الناشط عبدو شلال. سيد عبدو، هل حدثنا أكثر عن تفاصيل الوضع الميداني في منطقة الصفراء وكذلك مدينة براقش التاريخية؟ أهلا بك أخي. ما حصل هو أن شن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أمس هجوم على مواقع الميليشيات في منطقة عقيبة التي تقع في مديرية مجزر في الجهة الشمالية. الحمد لله شكرا الله تم تحرير موقع الصفراء الذي يعتبر البوابة الجنوبية من محافظة الجوف، وهذا الموقع يسيطر عليه الميليشيات الحوثي منذ 5 سنوات من عام 2009. لا يخلو أهمية هذا الموقع له أهمية استراتيجية لأنه خط الفاصل ما بين مأرب والجوف، ولله الحمد لله شكر الحمد لله تم تحريره أمس بجهود من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والتقت الجبهتين جبهة مأرب والجوف في مدينة براقش الأثرية، والحمد لله الآن تم نقل الجبهة تعتبر مديرية مجزر، هي المديرية المحادة لمحافظة الجوف، مدينة حضرة بشكل كامل ولله الحمد لله شكرا. أشكرك شكرا جزيلا الناشط الإعلامي عبدو شلال، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. قصفت مقاتلات التحالف مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في البلاد. قالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت قاعدة الديلم الجوية شمال العاصمة. في مأرب شنت طائرات التحالف غارات على مواقع الميليشيا في مديرية صرواح. أما في محافظة إب فاستهدفت الغارات معسكر لواء 55 التابع للحرس الجمهوري ومواقع أخرى للميليشيا في الوازعية والمخا بمحافظة تعز. قالت مصادر محلية إن طيران التحالف جدد غاراته على مواقع تنظيم القاعدة في المكلا بحضرموت. أضافت المصادر أن 4 غارات جوية استهدفت مواقع تنظيم في محيط المنطقة العسكرية الثانية، وشهدت ألسنة النيران تتصاعد من معسكر كتيبة الدفاع الجوي، كما شنت طائرات غارات على مخازن أسلحة في لواء 27 ميكا، واستهدفت غارات أخرى مواقع التنظيم في منطقة خلف.
كانت قد كثفت طائرات التحالف وطائرات بدون طيار غاراتها خلال الأسبوعين الماضيين على مواقع التنظيم في مدينة المكلا الخاضعة لسيطرة القاعدة منذ أبريل من العام الماضي. قالت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان إن 4 يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة قتلوا في غارة يعتقد أنها لطائرة بدون طيار استهدفت نقطة تفتيش في مدخل مدينة عزان بمحافظة شبوة. وقالت مصادر محلية إن قتلى وجرحى من عناصر التنظيم سقطوا في غارة استهدفت تجمعا في مفرق الحوطة المدخل الغربي لمدينة عزان التابعة لمديرية ميفعة شرقية المحافظة. سيطر تنظيم القاعدة على مدينة عزان منذ فبراير الماضي وتعد ثاني أكبر مدينة في شبوة بعد العاصمة عتق وتبعد عنها بنحو 90 كيلومترا شرقا. سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي والمخلوع في معارك وغارات لمقاتلات التحالف في محافظة تعز. قالت المقاومة في بيان إن طائرات التحالف قصفت مواقع الحوثيين في الربيع غربي المدينة وفي منطقة الحوبان وأسفرت الغارات عن تدمير مخازن أسلحة. أضاف البيان أن المعارك بين المقاومة والميليشيا في جبهة الضباب وغارات التحالف أسفرت عن مقتل 13 حوثيا وإصابة العشرات فيما قتل أحد أفراد المقاومة وأصيب 8 آخرون. وقال مراسل بلقيس إن جبهة الضباب تشهد اشتباكات عنيفة بين المقاومة والميليشيا. وفي الوازعية غرب تعز سقط قتلى وجرحى من الميليشيا في غارات للتحالف على دوريتين ومواقع في جبل الحبشية. قال مراسل بلقيس إن المقاومة استعادت السيطرة على الجبل الذي سيطرت عليه الميليشيا الأسبوع الماضي. أضاف المراسل أن اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة ما تزال تدور بين المقاومة والميليشيا. قالت مصادر محلية إن هناك نزوحا للمدنيين بسبب القصف العشوائي الذي تشنه ميليشيات الحوثي. وفي السياق ذاته أصيب 7 مدنيين جراء قصف الميليشيا أحياء سكنية في تعز. قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزة بالحوبان شنت قصفا عشوائيا على الأحياء السكنية وسط المدينة ما أدى إلى إصابة 7 مدنيين واحتراق إحدى السيارات في حي صينا. وفي السياق ذاته تشهد الجبهة الشرقية في تعز مواجهات متواصلة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى. قالت مصادر في المقاومة إنها تصدت لهجوم الميليشيا على حي ثعبات فيما تواصل الميليشيا قصف الأحياء السكنية. هذا الجبل الأبيض أبرز المعالم في الجبهة الشرقية لمدينة تعز التي يتوسط منطقة ثعبات وحسنات حيث يمكن تعريف هذه المنطقتين جنوب شرقي المدينة بأنها صارت مجرد مناطق تماس بين المقاومة الشعبية والميليشيا. أغلب سكان هذه المناطق هجروها بعد أن بات الموت يتربص بكل شيء على أطرافها وفي الطرق المؤدية إليها. مع كل ذلك ما تزال الحياة تراود الصغار والكبار ممن رفضوا مغادرة مساكنهم رغم صعوبة الحياة وتعقد متطلباتها في ظل الحرب، ولا بأس أن يحظى بعضهم بلحظة ذكرى وإن تبدو مؤلمة، كأن الزمن تعطل وتوقف في موقعه بهذه الزاوية من العالم، فلا شيء أكثر من الخوف يتجول هنا وهناك برفقة هؤلاء المقاتلين. وإن غابت حركة الحياة المعتادة، هناك ما يجب أن يحضر هو الخراب، فأثر استهداف الميليشيا لثعبات وأحيائها ومنازلها تترك دلالاتها القاسية. هناك في أقصى الجهة الشرقية في صالة وتحديداً في منطقة المكلكل تتمركز دبابة الميليشيا وهي من تصوب قذائفها في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى محاولات تسلل تقوم بها بعض عناصر الميليشيا للوصول إلى داخل هذه المنطقة الحيوية والمفصلية كونها تقترب من حي الجحملية الذي يتوسط المدينة، لكن المقاومة تتصدى لهم من وقت إلى آخر. معهود في الحرب أن الأسهل بالنسبة للمحارب أن يفتح جدراناً لجلب الموت أكثر من منافذ للحياة، وهو ما ترتكبه هنا عناصر الميليشيا تاركة أماراتها من شظايا ورصاص في كل شيء. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام من تعز مراسلنا فواز الحمادي. فواز، ما تفاصيل الاشتباكات التي تشهدها جبهة الضباب؟ هل ما زالت مستمرة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا فواز الحمادي.
نستكمل النشر حيث سقط قتلى وجرحى من الميليشيا في غارات للتحالف استهدفت مواقعهم في مديرية ميدي بمحافظة حجة. وقالت مصادر في المقاومة إن الغارات استهدفت مواقع الميليشيا في التلة البيضاء ومحيط مزارع نسيم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. الرؤية تبدو واضحة والهدف أكثر قربا مما يبدو عليه، كيف لا؟ وذلك الهدف يكمن محوره الأساسي بحماية جبهة ميدي، المكان الأكثر اشتعالا حاليا والذي تحرز فيه قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدما كبيرا. إفراغ الرصاص هنا لا يكون هباء، فالرصاص والقذائف وسائل دفاع احتاج المقاومون للكثير للحصول عليها. ذلك الحماس البادية على وجوه هؤلاء وفي كلماتهم أيضا لا يضاهيه إلا أسلحتهم الشديدة الشبه بهم، فطلقة رصاص تنطلق لأجل المقاومة والحرية تختلف كثيرا عن مثيلاتها الفارغة إلا من القتل للاستيلاء على هذه الأرض دون وجه حق، وكأن الأرض تأبى إلا أن ترتوي بدماء أبنائها المخلصين لتحتفظ بهم للأبد. بالروح بالدم نفديك يا يمن، يا الناصر يا الشهادة، لا للحوثي عندنا، لا يبقى حوثي. ففي آخر أخبار تضحياتهم قتل 8 جنود من الجيش الوطني والمقاومة وأصيب 20 آخرون خلال المعارك العنيفة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع وألغى من زرعها الحوثيين في صحراء ميدي وتسببت في إعاقة تقدم قوات الجيش الوطني. طائرات التحالف أيضا تدخلت في ميدي بغارات استهدفت مواقعهم في التلة البيضاء ومحيط مزارع نسيم ليسقط قتلى وجرحى من الميليشيا. تكمن أهمية ميدي كونها منفذا بحريا تم استخدامه من قبل الحوثيين كمعبر لتهريب الأسلحة، ولا يمكن لهم تقبل فكرة خسارة أقرب المنافذ البحرية لمعقل الجماعة في صعدة. دشنت قوات الأمن في عدن حملة أمنية كبرى لتطهير مديرية الشيخ عثمان من المسلحين ومظاهر بيع السلاح والمستلزمة العسكرية في المديرية. ودهمت قوات الأمن سوقا شعبية لبيع السلاح وكذا سوق الحراج الذي يختص ببيع المستلزمات العسكرية. وقال مدير شرطة عدن اللواء شلال علي شائع إن قوات الأمن عازمة على تطهير جميع المديريات من المسلحين والمظاهر الدخيلة على العاصمة عدن. ينضم إلينا الآن من عدن الصحفي رأفت رشاد. رأفت، حدثنا عن تفاصيل العمليات الأمنية التي قامت بها السلطات الأمنية في المدينة. طبعا صباح اليوم قامت القوات الأمنية بمداهمة محلات السلاح وكذلك بعض البسطات العسكرية التي تبيع الملابس العسكرية. في أي المواقع رأفت؟ أو في أي الأماكن تحديدا؟ طبعا في مديرية الشيخ عثمان تحديدا. طيب ما كانت ردود فعل القائمين على هذه البسطات؟ طبعا كان هنالك ترحيب شعبي بهذه الحملة التي قامت بها القوات الأمنية في محافظة عدن. كما صرح مصدر مسؤول في المنطقة الرابعة أن هذه الحملة لم تتوقف في عدن فقط. رأفت، كنت أسألك أيضا عن العناصر الذين يقومون بالبيع بداخل سوق الحراج وكذلك سوق الشيخ عثمان، ما كانت ردة فعلهم؟ هل أو تم اعتقالهم أم ماذا حدث لهم؟ طبعا أول ما شاهدت هذه المجاميع المسلحة وهؤلاء الأشخاص الذين يقومون ببيع السلاح في هذه الأسواق الممنوعة من قوات الأمن قاموا بترك بضاعتهم ولاذوا بالفرار، إلا أن القوات الأمنية قامت بمصادرة جميع هذه الأسلحة من أسلحة رشاشة وأسلحة ثقيلة. طيب ما هي هوياتهم رشاد؟ ما هي الهويات التي يتبعونها أو لأي جهة ينتمون؟ هل هم تجار فقط، تجار سلاح؟ هم في الغالب مواطنون عاديون، هم استفادوا من الانفلات الأمني قبل الحرب وقاموا بنهب معسكرات الدولة. أيضا من بعضهم كانوا امتلكوا هذا السلاح من جراء الحرب الغاشمه التي شلتها الميليشيات الحوثي على عدن ويقومون ببيعها في هذه الايام.
رأفت، يعني قال مدير شرطة عدن أن اللواء شلال علي شائع أن قوات الأمن عازمة على تطهير جميع المديريات من المسلحين، هل هناك أماكن أخرى يباع فيها السلاح في عدن؟ هي كان في الغالب هو سوق السلاح موجود بجانب مسجد النور في مديرية الشيخ عثمان، لكن بعد تطهير مديرية المنصورة من المسلحين الإرهابيين قامت القوات الأمنية بمداهمة جميع أوكارهم، من ضمن هذه الأوكار هي هذه السلاح، هذا أسواق السلاح يستغلون فيه حاجة الناس ويقومون أشخاص عاديين ببيع هذا السلاح، إلا أن بيع هذا السلاح يعود هو في دعم هذه التجمعات الإرهابية. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي رأفت رشاد، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عزمها ترحيل 12 معتقلا من غوانتانامو، بينهم يمنيون، إلى دولتين على الأقل. وقال مسؤول رفيع في البنتاغون إنه من المتوقع أن يبدأ نقل بعض السجناء في الأيام القليلة القادمة، في حين سيتم نقل الآخرين لاحقا، مؤكدا أن من بين المعتقلين السجين اليمني طارق بعوضة البالغ من العمر 37 عاما والذي أضرب عن الطعام منذ عام 2007 وتتم تغذيته قصرا عبر أنبوب. وسبق لوزارة الدفاع أن نقلت عددا من المعتقلين اليمنيين خلال الأشهر الماضية إلى دول عدة منها الإمارات وسلطنة عمان وجورجيا. أكد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي حرص الحكومة على إنجاح المشاورات السياسية المرتقبة مع الميليشيا المقرر عقدها في 18 من أبريل المقبل برعاية أممية في الكويت. وقال المخلافي خلال اجتماعه مع السفير الأمريكي ماثيو تولر إن الحكومة ستلتزم اعتبارا من 10 من أبريل المقبل بوقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة التزام الميليشيا كذلك. من جهته أكد السفير الأمريكي وقوف بلاده إلى جانب الحكومة اليمنية في تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 ودعم جهودها لاستعادة الدولة وتحقيق السلام. قال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي إن نسبة قتل النساء والأطفال في اليمن وصلت إلى 42%. قال الأصبحي في مؤتمر صحفي إن اليمن شهد 34 نوعا من الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها الميليشيا، منها القتل الممنهج والتهجير وتدمير البيوت والمساجد والخطف والإخفاء القسري. كان للمرأة أيضا نصيب في الانتهاكات، وهي أيضا تحتل رقم مؤلم بأن أكثر من 20% من الضحايا هم من النساء و22% من ضحايا الانتهاكات هم من الأطفال. هناك 8202 من الشهداء المدنيين بينهم 476 امرأة و508 من الأطفال. وفي سياق متصل، وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أكثر من 66,200 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيا خلال عام من ديسمبر 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2015. ورصد التحالف مقتل أكثر من 8,200 مدني بينهم أكثر من 500 طفل. أكد تقرير أممي أن عاما من النزاع في اليمن أدى إلى تدهور شديد في الاقتصاد وتسريح 70% من العمالة في القطاع الخاص. قال التقرير الأممي إن واحدة من كل 4 شركات أغلقت، مشيرا إلى أن الحرب أدت إلى تدهور القوة الشرائية للأسر الفقيرة بشكل خاص. أوضح أن الأعمال التجارية تواجه خسائر متزايدة تصل إلى 315 ألف دولار شهريا للشركات الكبيرة. وأكد التقرير أن 6 من 10 يمنيين يحتاجون للأمن الغذائي أو لدعم سبل المعيشة.
في مديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج استأنفت بعض المدارس العملية التعليمية بشكل جزئي وسط تخوفات من معاودة الميليشيا استهدافها للمدارس. قال مراسل بلقيس إن المنطقة تشهد معارك مستمرة بين المقاومة والميليشيا، وهو ما يؤثر سلبا على سير العملية التعليمية. يتأهب الطلاب للعودة لمنازلهم بعد يوم دراسي شاق. يدرك هؤلاء التلاميذ الصغار أن طريق العودة إلى البيت محفوف بالمخاطر، ومع ذلك يغامرون بالذهاب إلى المدرسة كل يوم. عزل القبيطة من محافظة لحج التي ينتمي إليها هؤلاء تشهد معارك يوما بعد آخر، وهو ما يعكس تأثير الحرب بطريقة أو بأخرى على العملية التعليمية التي استؤنفت هنا وسط تخوفات عديدة أبرزها اتساع القتال في مناطقهم. حويثة وأنصار الله الذين هاجمونا واستحلوا المناطق العليا في الجبال المطلة على المدرسة. هذه مدرسة 26 من سبتمبر في منطقة دياش بمديرية القبيطة محافظة لحج، حيث يغادر طلابها الفصول وملامح الخوف تعتلي وجوههم بعد أن كان البيت ملجأهم الآمن ومن بعده المدرسة، فصار بعد سيطرة الميليشيا على التباب المجاورة للمدرسة أكثر خوفا. انعكست تربويا على حياة الطلاب وسببت إعاقة عظيمة فيهم ما أدى إلى عدم الفهم، وكذلك كثرت مصادر الخوف والارتباك. بدا واقع التعليم في المديرية مشوبا بالقلق مع محاولات الميليشيا التوغل في أكثر من اتجاه. يأتي هذا مع مخاوف من توقف العملية التعليمية من جديد، خصوصا أن مدارس عدة لم تستطع حتى اللحظة استئناف الدراسة، تحديدا في مناطق محيطة تشهد معارك ضارية ككرش والشريجة. الحالة النفسية للطلاب، الحالة النفسية للمدرس، الحالة النفسية بشكل عام للمجتمع بشكل عام، يعني احباطات يواجه الطالب، الخوف، ايضا النزوح اللي حدث للطلاب من مناطق اخرى على المدارس بالريف. حتى في هذه التي بدات فيها الدراسه وتجنبا لاي حدث طارئ قد تتعرض له المدارس، استؤنفت العمليه الدراسيه بنصف دوام. المعروف ولا يحتاج لاي اجتهاد ان لهؤلاء الاطفال الحق في التعليم كما هو جزء من الحق في الحياة، والعيش في أمان كبقية أطفال العالم بعيدا عن تهديد الميليشيا وإشعال الحروب التي لا تهدد حاضرهم فقط بل ومستقبلهم. منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، سعت ميليشيا الحوثي والمخلوع للسيطرة على جامعة صنعاء وفرض وصايتها على طاقمها التدريسي. هذا الأمر رفضته مرارا هيئة التدريس في الجامعة، لكنها لاقت إثر هذا الموقف المناهض حملة تحريض واختطافات طالت عددا من كوادرها. حملة تحريض جديدة تشنها الميليشيا على الكادر التعليمي في جامعة صنعاء على خلفية رفضه لقرارات تعيين في مناصب قيادية في الجامعة أصدرتها الميليشيا لمقربين منها. أكيد درجة أولى هو العدو وأذنابه داخل البلد. منذ سيطرة الميليشيا على العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر 2014، وضعت الجامعة والمؤسسات التعليمية نصب عينيها وسعت للسيطرة عليها ووضعها تحت الوصاية. في أغسطس الماضي اختطفت الميليشيا 5 من دكاترة الجامعة أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أحد زملائهم المختطفين. اختطافات وتوقيف قسري عن العمل دفعت العشرات من الكادر الجامعي لمغادرة البلاد وآخرين لالتزام الصمت. بالأمس كانت تهمة العمالة هي اللافتة التي رفعتها الميليشيا مبرراً لسياسة تكميم الأفواه وإرهاب أساتذة الجامعة. تسعى الميليشيا بكافة الوسائل والسبل لالتهام الدولة وفرض أجندتها للاستقواء على بقية مكونات المجتمع والتهام آخر ما تبقى فيها من هامش للحرية والاختلاف. لا يمكن لأي جماعة تستقوي بالظروف الاستثنائية وتنتهج القوة في فرض كل ما تريد وهي تمارس انتهاكا في كل سلوكياتها على الأرض أن تستمر بديلا عن الدولة التي يبحث عنها كل اليمنيين. بهذا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الجيش الوطني والمقاومة يسيطران على موقعي صفراء وبراقش بين محافظتي مأرب والجوف. اشتباكات عنيفة بين المقاومة والميليشيا في الضباب بتعز، والتحالف يقصف عددا من المواقع.
حملة أمنية في عدن لتطهير مديرية الشيخ عثمان من المسلحين ومظاهر بيع السلاح. نشرة انتهت، لكن التغطية من قناة بلقيس مستمرة. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.